أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وكل الترحيب بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة يوم العلم، العلم الذي نجتمع تحت رايته موحدين قيادة وشعبا أفرادا ومؤسسات، يملأنا الفخر برمزية هذا العلم وبالوطن الذي يمثله وبالمعاني السامية التي ترسخت في ضمائرنا فتزهر وتثمر محبة وقيما واعتزازا. في كل يوم نحتفي ونحتفل، وفي كل يوم يتجدد الولاء ويتضاعف الانتماء لقيم الوطن، قيم الخير والعطاء، قيم المحبة، قيم الآباء والأجداد التي يجسدها علمنا الخفاق عاليا محاكيا قلوبنا فتشمخ إليه أبصارنا وتنحني تحت معانيه هاماتنا. حياكم الله وكل عام ووطننا بألف خير. الله علم بعيوننا بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تغريدة بمناسبة يوم العلم، جاء فيها: قبل 50 عاما توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، وفي يوم العلم نجدد العهد مع الوطن بقيادة الشيخ خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزا لقوة وحدتنا. ونشر سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها: نحتفل اليوم بيوم العلم رافعين اسم آيات التهنئة لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات. يتزامن الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للدولة، وهي مناسبة تزخر بمعاني الفخر بالوطن والاعتزاز بإنجازاته، داعين الله أن يديم على الإمارات نعم الأمن والازدهار. معالي الدكتور أنور محمد قرقاش نشر تغريدة بهذه المناسبة جاء فيها: الهوية والانتماء والوفاء علاقة وجودية مع الأوطان، وفي يوم العلم نحتفل برمز دولة الاتحاد مستلهمين روح التحدي والعزيمة لنواصل مسيرة العز والفخر، معاهدين الله على أن يبقى علمنا عالياً خفاقاً وراية لوطن نباهي به الأمم. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً. الله علم بعيوننا بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. تزينت سماء دولة الإمارات العربية بألوان العزة والشموخ وبمشاعر الفخر والاعتزاز، حيث رفرف علم دولة الاتحاد على الوزارات والهيئات والمؤسسات. جولة سريعة نرصد خلالها مراسم رفع العلم على بعض الوزارات والهيئات والدوائر. الله علم بعيوننا بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع.
بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. ما أهمية تلاحم القيادة الرشيدة مع شعبها، وما أهمية أن تحرص الوزارات والهيئات القطاع العام والخاص على التوحد لترفع العلم في اللحظة عينها. قيم ومعاني يجسدها العلم وأهمية الاحتفاء برفعه في هذه الفقرة التي يثريها الأستاذ محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ محمد. حياك الله ويا مرحبا في قناتكم قناة الظفرة، حياك الله. ونورتنا في هذه المناسبة الغالية على قلوب كل واحد منا، ونبدأ أن نعرف معاني هذا العلم، علم دولة الإمارات بالنسبة لشعبه. نعم، بداية نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا نائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحكام حكام الإمارات السبع، حقيقة 50 عام من الاتحاد. هذا يبين مدى التلاحم بين المجتمع والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ولله الحمد. اليوم يوم العلم، هذا يوم يعني بالنسبة لنا مهم جدا حقيقة في أن نوحد هذه الصفوف، والرسالة واضحة أكيد بأن نحن شعب واحد في بيت واحد، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، البيت متوحد. ف دائما يوم يكون البيت واحد تكون الرؤية واحدة، وأكيد الاحتفالات والمناسبات بيوم العلم تستمد قوتها من هذا البيت الواحد. فالعلم رمز حقيقة يرمز لقيام وإعلان الاتحاد قبل 50 عام، فهذا شيء مهم جدا اليوم أن كلنا نتكاتف ونكون في وقت واحد نرفع هذا العلم. بالفعل، ومثل ما قلت أستاذ محمد، أنا 50 عاما من الاتحاد وخمسين عاما من الإنجاز، وبيت واحد يضم جنسيات وثقافات متعددة، فما أهمية أن يكون هنالك وقت محدد لرفع العلم في شتى أنحاء الدولة؟ أهمية هذا الأمر بأن اليوم نقول لأن هذا الوقت وقت الإمارات وتاريخ الإمارات يصنع في هذا اليوم، أو صنع في هذا اليوم بقيادة المؤسسين طيب الله ثراهم في هذاك الوقت. فاليوم اللي ما لحق على هذاك الجيل أو كان موجود في دولة الإمارات حديثاً مقيم على هذه الأرض الطيبة لازم يحس بهذه المعاني، بأن اليوم نحن متوحدين في وقت واحد بقيادة حكيمة. اليوم نحن في دولة الإمارات نمشي على هذا النهج. زايد الله يرحمه ويغفر له وطيب الله ثراه كان دائماً يوصي أن الإمارات كلها تمشي على نهج واحد وثقافة واحدة وتحتوي الجميع. فاليوم رسالتنا واضحة من خلال رفع العلم في وقت واحد، نقول أن نحن متوحدين والحمد لله رب العالمين. هذا التاريخ لازم يحس فيه كل من يقطن على هذه الأرض. بالفعل، يعني وكأننا نعود بالزمن إلى تلك اللحظة التي رفع فيها علم الاتحاد قبل 50 عاما، شعور فخر واعتزاز وشعور بالأمن والاستقرار، وحتى أن نشوف هذا الاحتفاء يعم على العديد، يعني حتى الدوائر الخاصة والقطاع الخاص. فشو بالنسبة لرأيك أستاذ محمد أن يوم القطاع الخاص وأهمية احتفاء بهذا اليوم؟ نعم، نحن يمكن قلتي شيء جميل، لأن نحن نرجع بالذاكرة أمانة، هذا كلام صحيح، أن في كل عام لما نحتفل باليوم الوطني والمناسبات الوطنية فعلا نرجع بالذاكرة إلى قيام الاتحاد. قيام الاتحاد ما هي قيام بالاتحاد فقط على الدوائر المحلية أو فقط على شعب دولة الإمارات، على كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وكل القطاعات معنية اليوم بهذا الاحتفال. مشاركة الجنسيات الأخرى المقيمة أيضا على أرض الإمارات هذه الاحتفالية بحد ذاته يقوي مسيرة الاتحاد. اليوم نحن نعمل بعمل جماعي في دولتنا الحبيبة بكل أطيافها، القاطنين، المقيمين، المواطنين، الشركات الخاصة، العالم كله بالأحرى يحتفي بنا في دولة الإمارات. اليوم من خارج العالم نشوف سفاراتنا، قنصلياتنا برا الدولة يشاركون من معاهم، يشاركون الدول اللي موجودة فيها هذه السفارات. أكيد هذه المشاركة بالجانب الاقتصادي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب الإنساني والسلام وحفظ مثل ما يقولون الرسائل الواضحة لدولتنا الحبيبة في أن هذه الدولة استمدت إلهامها من قيام الاتحاد إلى اليوم وكملت 50 عام، ولا زالت تطمح بأن يكون
وبيستمر إن شاء الله بإذن الله في 50 عام القادمة. نعم بإذن الله. ويعني أشوف أستاذ محمد اللي شدني مؤخرا إن شفت من الناس اللي حولي من أصدقاء وعائلة الجيل الصغير الأطفال متحمسين لهذا اليوم ويبون يسيرون يشترون العلم ويحتفلون بهذا اليوم، فشو تشوف الحين في هذا العصر وفي هذا العام وبعد كل التحديات اللي واجهناها يوم تشوف الأطفال والأسرة والموظف وجميع أفراد المجتمع يحتفلون؟ ولله الحمد الحين دولتنا عودتنا بأن يكون هذا الشيء غير عادي، نحن دولة لا مستحيل. يومني نشوف احتفالية في أي إمارة من إماراتنا السبع نشوف ونلامس فيها فعلا حب الوطن يطغى على كل شيء. نشوف الصغار يفرحون قبل الكبار، هذه الفرحة الوطنية هي ما تأتي من فراغ، تأتي من مسيرة حقيقة أو جيل يشوفون التعليم، يشوفون الصحة، يشوفون الأمن والأمان في دولتنا، يشوفون المناطق السياحية الجميلة، هذا كله يترك داخل الأطفال والكبار والصغار والمقيمين أن الأمن الحمد لله رب العالمين يستحق منا أن نحتفي ونحتفل بهذه الأرض واتحادها ودولتها. فأكيد تشوفين الفرحة في عيون الأطفال مثل فرحة العيد، يعني هي صحيح. فرحة لا توازي فرحة، يعني تقريبا تشابه فرحة العيد، لأن هذا يوم وطني، يوم وطن، يوم معني بالروح الجميلة، إنشاد السلام الوطني في كل مكان، نعمل نخلص، هذه الكلمات اللي تدل حقيقة على هذا الرمز الجميل، هو رمز دولة الإمارات، علمها اللي يرفرف عاليا خفاقا في كل سماء الدولة والله الحمد. ويمكن أصبح بالنسبة لشعب الإمارات أنه شيء عادي أنه حب الوطن، ولكن أنا يوم أشوف أنه بعد كل هذه السنوات لازال الحب يزيد والولاء يتجدد كل مرة، فهو شيء مميز ويميز شعب الإمارات ليس فقط مواطنيه وأيضا المقيمين والوافدين، حتى السياح أصبحوا يعني يحبون ولديهم ولاء لهذا الوطن، لأنه بالفعل يضم ويحضن كما تحضن الأم أطفالها. كلمة أخيرة أستاذ محمد بهذه المناسبة. والله بهذه المناسبة طبعا دائما نحن نطمح بأن نشوف هذه الفرحة موجودة في مختلف دول العالم وكذلك دولتنا الحبيبة، بحكم أنه نبغى نشوف العلم خفاق عالي بالإنجازات اللي إن شاء الله متأملين في شبابنا وطاقاتنا ومواطنينا والمقيمين كذلك على هذه الأرض الطيبة، بأن الإنجاز دائما يرفع العلم في الميادين، فنقول إن شاء الله دائما خفاقا عاليا هذا العلم، ودامت الإمارات بخير وصحة وسلامة، ودامت قيادتنا الرشيدة بحفظ الله ورعايته إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين. أستاذ محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا وجودك ويانا اليوم في استوديو ظفرة. ما دور مؤسسة وطني الإمارات في التوعية بأهمية العلم ورمزيته وترسيخ الانتماء لدى المجتمع؟ نتعرف على ذلك من الأستاذة حمدة سيف العامري رئيس شعبة المتطوعين بمؤسسة وطني الإمارات، ولكن بعد هذا التقرير. اعتمد علم الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2 ديسمبر لعام 1971، حيث رفعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه، معلناً إياه علماً لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة. وفي عام 2012 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم العلم مناسبة وطنية، وحدد سموه يوم 3 نوفمبر من كل عام للاحتفال بها، وذلك توافقاً مع تاريخ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم في الدولة. صمم علم دولة الإمارات عبد الله محمد المعينة الذي شغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية، واستلهم ألوانه من أبيات كتبها الشاعر العربي صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا. تنطوي ألوان العلم على رموز وقيم، فالأخضر يرمز إلى النماء والازدهار والتطور والرخاء واستدامة التنمية والنهضة، والأبيض إلى عمل الخير والبذل والعطاء والسعي لتحقيق السلام ونشره، أما الأسود فيرمز إلى قوة أبناء الإمارات وشدتهم،
في حين يرمز الأحمر إلى تضحيات أبناء الوطن لحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية، ويستحضر إرث البطولة والشهادة التي سطرها جنود الإمارات البواسل. وأرحب بضيفتي الأستاذة حمدة سيف العامري، رئيس شعبة المتطوعين بمؤسسة وطني الإمارات. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذة حمدة. حياك الله أختي. الله يحييك. أشكركم على هذه الاستضافة. نورتينا ولو من خلال التلفون، لكن سعيدين بوجودك ويانا وبهذا اللقاء. واليوم بنتكلم عن حملة حماية العلم. أستاذة حمدة، إذا ممكن تعرفينا عن هذه الحملة وخصوصا الدورة الحالية. طبعا تنظم مؤسسة وطني الإمارات هذه المبادرة للسنة السابعة على التوالي، وهي مبادرة توعوية نوعي المجتمع على أهمية العلم والمحافظة عليه والبروتوكولات. نعم. في التعامل مع العلم. نعم. إذا شو الهدف من هذه الحملة وارتباطها بيوم العلم أستاذة حمدة؟ طبعا الهدف من هذه الحملة تأكيد على غرس ثقافة احترام العلم كرمز للدولة وسيادته، وجزء من ملامح الهوية الوطنية وإيمانا منها في المواطنة الصالحة. نعم. دوم نتكلم عن دور المتطوعين في دولة الإمارات، لهم دور جدا كبير، ومنهم أيضا المتطوعين في حملة حماة العلم. شو دورهم ومن خلال دوراتهم السابقة شو من الفعاليات اللي أيضا شاركوا فيها؟ طبعا دور المتطوعين جدا مهم في هذه الحملة والفعاليات السابقة. نعم. الدعم المتطوعين طبعا هم الداعم الأساسي والرئيسي لكل الفعاليات والمبادرات اللي تنظمها المؤسسة، بحيث أن المتطوع يشارك في هذه الحملة. بس يجب يعني قبل لا يدخل معنا هذه الحملة نحن ندخله ورشة تدريبية نعلمه بروتوكول العلم وكيف هو يعزز هذه الثقافة للمجتمع وتوزيع الإعلام بطريقة صحيحة. إنزين، إذا ممكن تعطينا أستاذة حمدة مثلا ممكن رؤوس أقلام في بروتوكولات حماية العلم والحفاظ عليه والتعامل، بروتوكول التعامل ويا العلم. نعم. طبعا من ضمن البروتوكولات هي كيف نحن نحافظ على العلم وعلى هذا الرمز، من حيث في حال إذا كان العلم تالف كيف نحن نتخلص من هذا العلم. نعم. بحيث أن نحن نفصل كل لون عن الألوان بعضها، بهذه الطريقة نحن لغينا موضوع يعني أن العلم يكون كامل وأن نحن نحافظ عليه. معلومة جدا مهمة. ونشوف في هذه الاحتفالية أيضا مشاركة المقيمين في دولة الإمارات، فهل هم أيضا جزء من حملة حماة العلم؟ أكيد أختي، طبعا هذه الاحتفالية مو بس للإماراتيين، بالعكس جميع الجنسيات تشترك معنا في هذه الاحتفاليات بشكل سنوي. نعم. وطبعا هذا يوم عزيز على جميع الإماراتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. أستاذة حمدة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك ويجزاكم الله خير، وبالعكس هذا واجبنا نحن اتجاه هذه الأرض. شكرا جزيلا أستاذة حمدة. ومشاهدينا، نشوف اليوم في المدارس وعلى المنازل، على السيارات وفوق القلوب يرفع علم الإمارات. الله علم بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. الله علم بعيوننا بقلوبنا أعلى
ففوق الثريا نرفع. تقوم المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة كغيرها من المؤسسات برفع علم الدولة في تجمعات احتفالية يتجدد فيها التأكيد على رمزية العلم ونقل ما يمثله من معاني سامية إلى الأجيال، حرصاً على استمرار القيم والنعم. فكيف نعزز قيم ومعاني يوم العلم؟ وماذا نقول لأبنائنا عما يحمله هذا اليوم من معانٍ؟ علم بعيوننا بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. الوطن أمانة في أعناق أبنائه، والعلم يمثل الوطن رسمياً وشعبياً. فكيف نرسخ محبة الوطن لدى الأبناء والأحفاد، وما دور المدرسة ودور الأسرة في الحفاظ على الوطن وصون منجزاته، وبالتالي رسم ملامح أجمل لمستقبل أبنائنا؟ أرحب بضيفتي الأستاذة عائشة الزعابي القيادية والتربوية. يا هلا ويا مرحبا بك ويانا مجدداً ومجدداً ومجدداً. يا مرحبا بكم في القناة المتميزة قناة الضفرة. دوم تنورينا أستاذة عائشة. الله يسلمكم يا ربي. شو تقولين في هذه المناسبة بداية؟ طبعا من أجمل المناسبات الوطنية اللي يفتخر الإنسان أنه يكون عضو فاعل في أنه ينشر ثقافة العلم. فأنا سعيدة بتواجدي معاكم اليوم. وإحنا أسعد. طبعاً نشوف مشاركة جميع أفراد المجتمع في هذه المناسبة، مناسبة تمثل الكثير وترمز للعديد من القيم المرسخة في جيلنا وفي الأجيال اللي سبقت والأجيال التالية. وبالتالي هنا يأتي دور المدرسة ويأتي دور المجتمع والأهل والأسرة. فشو أهمية مشاركة ودعم الأسرة في تعزيز هذه القيم في أطفالنا؟ طبعا الاحتفال بمثل هذه المناسبة لنا الفخر أن نكون إحنا أول دولة عربية تحتفل بيوم العلم في مناسباتها الوطنية. دور الأسرة والمجتمع دوره والمدرسة دور كبير في غرس وتجسيد الوحدة والانتماء وغرس قيم الهوية الوطنية، غرس قيم السلام في أبناء وبنات دولة الإمارات. بالفعل نشوف مثل يعني في شتى أنحاء البلاد مشاركة الطلاب والمدارس، شو أهمية هذه المشاركة؟ طبعا له دور كبير في التلاحم، هذا يجسد في طلابنا وطالباتنا حب الوطن، يجسد فيهم احترام سياسة الدولة، احترام سيادتها، احترام علمها. كل هذه الأمور تشجعهم على أنهم ينتمون أكثر ويشعرون أكثر بوطنهم، البعد عن الطائفية، غرس القيم في أيضا المقيمين. نعم. بالنسبة لأصدقائهم إذا كانوا مثلا من جنسيات أخرى، كل هذه تجسد حب الوطن. صحيح. وطبعا يوم كل واحد فينا يرفع علم البلاد عاليا، إن كان بأفعاله حتى بإنجازاته بابتكاراته، بالنسبة لهذا الطالب لهذا الطفل يوم يرفع العلم شو يمثل له؟ أكيد يعني له الكثير. طبعا الأطفال أول ما يطلعون من بيوتهم على المدرسة أول مرحلة تصادفهم مرحلة رياض الأطفال. طبعا أكيد في بيته ما كان يعرف شو يعني اتحاد، شو يعني علم، شو يعني وطنية، شو يعني هوية. فهني يبتدي دور المدارس، يبتدي دور الأسرة، راح يشوف مثل هذه الفعاليات في المناسبات. هني إحنا نعزز عندهم أمور كثيرة، كون أنهم يحتفلون، كون أن يسمعون كلمة علم، كون أن يسمعون هوية. هني يكون دورنا كبير في أن إحنا نغرس فيهم أهمية احترام العلم، أهمية رفعة هذا الوطن بالأقوال بالأفعال، تجسد جميع تلك الأشياء في تنمية شخصية هذا الطفل، وأنه يشعر بالمسؤولية.
نعم، في نقطة وايد مهمة ذكرتيها أستاذة عائشة، اللي هي بالنسبة لي إن في رياض الأطفال أو يوم الطفل يدخل المدرسة يمكن ما يكون يعرف إن شو هو هوية وطنية واتحاد، فهني يأتي دور الأسرة قبل أن يدخل الطفل إلى المدرسة. صح. شو دور الأسرة وكيف ممكن إنها تدخل هذه المفاهيم ممكن تكون معقدة بالنسبة للطفل؟ طبعا التفاف الطفل حول أسرته حول والديه وايد ضروري، لأن هو يعتبر الأم والأب هم الموجه الأول في غرس القيم الوطنية في الأبناء. فمثل هذه المناسبة يبدأ دور الأم والأب بالتوعية من خلال ذكر مثلا أشياء عن القيادة، عن المؤسس زايد، عن شيوخنا، عن قادتنا، عن كيفية التلاحم، كيفية مثلا البواسل كيف كانوا في ساحات القتال من أجل رفعة علم دولة الإمارات وسيادته. ممكن يذكروا لهم نماذج مثل الله يرحمه المغفور للشهيد سالم سهيل. هني يكون دور الأسرة كبير في التوعية في الإرشاد قبل المدرسة. حس أيضا أن هذه المناسبة هي فرصة، يعني يوم الأسرة ترفع علم البلاد مثلا خارج المنزل أو سقف المنزل. صح. ومن ثم يعني يخلون الطفل يشارك في رفع العلم بالفعل. فيحس بتواصل مباشر مع هذا العلم وبهذه الفرحة، وبالتالي بالفعل. يكون أسهل بالنسبة لأنه يفهم هذا المعاني بالفعل. بالفعل. نشوف أن أيضا هنالك فرحة تغمر الجميع، وأنت تشوفين ويا الأطفال هذه الفرحة المجسدة، حتى بعض الأطفال يفرحون بشكل يعني كبير جدا متحمسين لهذا اليوم. ذكرنا حتى سابقا في الفقرة شو تعكس هذه الفرحة في الأطفال، ماذا يعني أن الأطفال في هذا الجيل مستانسين بهذا اليوم؟ طبعا لا شك بلا شك أن لما يشوفون هذه المظاهر سواء في بيوتهم سواء في الشوارع سواء في المجتمع ككل في مدرستهم يطفي لهم نوع من السعادة. يصير عندهم الحس الوطني كبير، يأثر حتى على شخصيتهم، راح يتحملون المسؤولية، راح يكون فيهم يعني مثلا إطلاق أفعالهم من خلال مثلا إذا شافوا علم تالف يقولون هذا العلم لازم تبديله. هذا من وين يا؟ من نمو شخصيته من خلال الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية. نعم بالفعل، نشوف أن الحين الأطفال يوعون البالغين في العمر ويقولوا لهم بالنسبة لبروتوكول. كنا نتكلم مع ضيفتنا أستاذة حمدة أن هنالك بروتوكول الحفاظ على العلم بالفعل. لاحترام العلم، وهنالك توعية وايد كبيرة بالنسبة للأطفال والطلاب أن يعرفون كل هذه التفاصيل. أكيد. نشوف أيضا مظاهر احتفال بالنسبة للمقيمين في الدولة، فشو هذه المحبة الكبيرة تدفع حتى بالمقيمين للاحتفال يوم العلم؟ طبعا في دولتنا ما في فرق بين مواطن ومقيم. فاليوم كون ان المقيم يعيش على ارض دولة الامارات وما حصل منها الا كل عز وفخر وخير، فلا بد ان يكون له ولاء خاص لدولة الامارات. احيانا تشوف المقيم يقول لك انا احب دولة الامارات حال بلادي، فهذا الشيء يشرفنا، شيء يسعدنا. طالما ان المقيم سعيد على أرض الدولة أكيد أنه راح يحتفل بعلمها، يحتفل بمناسبات السعيدة، يحتفل بمناسبات الوطنية. نعم، كونتش أستاذة عائشة مديرة مدرسة وأيضا أم، كلمة أخيرة توجهينها وخصوصا للأطفال وهذا الجيل الناشئ. طبعا احنا نقول لأطفالنا دمتم عزا وفخرا لهذا الوطن الغالي، يعني الله يجعلهم إن شاء الله أنهم مصدر رفعته. نعم. من خلال التوجيه الأسري، من خلال المدارس، من خلال المجتمع، من خلال قناتكم أنتوا في قناة الضفرة. شيء جميل استضافتكم لشخصيات تتحدث عن سيادة هذا الوطن وعن رمز عزة علم عن القيادة، هذه روح في حد ذاتها مشاركات جميلة تغرس في نفوسنا احنا الكبار قبل الصغار في ان احنا نحترم ثقافة الوطن وثقافة علمه. بالفعل، وهذا واجبنا. شكرا جزيلا استاذ عائشة، دوم تشرفينا وتنورينا في استديو الضفرة. جزاك الله خير، وشكرا للطاقم وشكرا لك.
يعطيك العافية. وأيضا مشاهدينا مثل ما نشوف الاحتفالية مستمرة إن كان على المنازل والمراكز والسيارات، يرفع العلم والفرحة تعم شوارع الإمارات. فاصل ونعود. الله علم بعيوننا بقلوبنا أعلى علم، علم إمارات الوفا فوق الثريا نرفع. عش يا علمنا، حماك الله رفرف يا علمنا، ودم خفاق عالي في سمانا، فداك أرواحنا وفداك دمنا، لكل حق ولكل عهد ولانا، حماك الله رفرف يا علمنا، ودم خفاق عالي في سمانا، فداك أرواحنا وفداك دمنا، لكل حق ولكل عهد ولانا، لك التاريخ صفق واحترمنا، وكل الشعب لاجلك ما توانا، هزمنا المستحيل وما هزمنا، تصدرنا هالعالم ورانا، لك التاريخ صفق واحترمنا، وكل الشعب لاجلك ما توانا، هزمنا المستحيل وما هزمنا، تصدرنا وهالعالم ورانا، على كل الكواكب بقدامنا، او في كل المحافل دم معانا، توشحنا بعزمك واحترمنا، وفي كل القمم تشحذ قوانا، على كل الكواكب بك قدمنا، وفي كل المحافل دم معانا، توشحنا بعزمك واحتزمنا، وفي كل القمم تشحذ قوانا، تباها في كنف شيخا حكمنا، بحب وطيب واستحوذ غلانا، وقاد جهدهم ميز أرقمنا، تميزنا بهم عن منا سوانا، تباها في كنف شيخا حكمنا، بحب وطيب واستحوذ غلانا، وقاد جهدهم ميز أرقمنا، تميزنا بهم عن منا سوانا، سوانا. عام 2012 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم العلم مناسبة وطنية، وحدد سموه يوم 3 نوفمبر من كل عام للاحتفال بها، وذلك توافقا مع تاريخ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم في الدولة. وكتب سموه قصيدة بمناسبة يوم العلم بعنوان فرسان العلم، ومنذ ذلك التاريخ جاد شعراء الوطن بأجمل القصائد التي تحيي العلم وتتناول رمزيته. واليوم يشرفني وينورني الشاعر عوض النعيمي في هذه المناسبة الغالية. يا هلا ويا مرحبا. الله يرحب بك على فضله، وشكرا على الاستضافة، وكل عام وانتم طيبون يا رب العالمين. انت بألف خير. وطبعا احنا ما نروم يعني تقضي او تمضي علينا مناسبة من هذه المناسبات الغالية ما نستضيف فيها واحد من الشعراء. الشعر عنده أهمية جدا كبيرة في دولتنا وجزء من ثقافتنا ومن تاريخنا. فنبدأ بكلمة منك الشاعر عوض. أولا طبعا نرفع أسماء آية التهاني والتبركات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أولياء العهود، والشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات بمناسبة يوم العلم. طبعا ما في شك أنتم تعرفون أن يوم العلم هو احتفالية كبيرة في الإمارات. الإمارات العلم ليس مجرد قطعة قماش، العلم هو رمز للتقدم، هو رمز للدولة، هو رمز لعطائك لوطنك،
ومثل ما أسلفتي يعني كانت الاحتفالية في 2012 في 3 نوفمبر. طبعا نحن في 2 نوفمبر، 2 نوفمبر كان بالنسبة لنا يوم حزين في الإمارات، لأنه ودعنا في مثل هذا اليوم زايد رحمة الله عليه. فبالتالي كأن الحكومة تقول في 3 نوفمبر هذا إرث زايد، هذا علم الإمارات، سمعة الإمارات، دولة الإمارات، قيادة الإمارات، قوموا يا شباب الإمارات وكملوا المسير. الله عليك، الله يحفظك. تشعر بدون شعر، يعني كلامك هو شعر. الله يحفظك من طيبك وطيب أصلك، بعض مما لديكم. وأنا أعتقد أن يوم العلم تجاوز الاحتفال على مستوى الإماراتيين، والدليل على ذلك أن كل حتى المقيمين على أرض الإمارات، حتى سمعة الإمارات اليوم بفضل قيادتها، بفضل أبنائها. الاحتفال بالعلم اليوم هو في كل إنجاز يضاف لرصيد أبناء الإمارات، صعودنا للفضاء هو احتفال بالعلم، لأنك رفعت علم الإمارات، استضافتنا لأكسبو خلال هذه الجائحة كورونا هو احتفال بالعلم، وصولنا للمريخ، وصولنا للفضاء. أنا أعتقد أن هذه كلها في النهاية هي احتفال بالعلم، فالعلم هو رمز، لكن يعتمد عليك أنت يا الشعب شو قدمت وشو سويت علشان ترفع هذا العلم. بالفعل، الله يحفظك. إذن ماذا يقول الشاعر عوض في هذه المناسبة؟ أولا أنا أتشرف أني أتعاون مع قناتكم العزيزة. طبعا أنا أعطيتهم نص أو بالأصح أغنية راح تذاع إن شاء الله خلال أظن اليوم أو بكرة ما أدري، خاصة بيوم العلم، هي من كلماتي وغنى عبد العزيز العليوي. وأنا جاي لكم في الطريق طلعت في بالي أبيات، سوري أني ما أحفظها لأني كتبتها في خط اليد، فأتمنى إن شاء الله. وتوك كاتب منها؟ إيه والله، وأنا في السيارة، وأنا جاي في السيارة كتبتها. أقول: العلم رمز الوطن والرأس عالي، بالفخر يا راية العز الأصيلة، دارنا يا فخرنا أول وتالي، كن ما غيرك على الدنيا جميلة، نعشقك لنكلنا الحب المثالي، ومن عشقنا لك عشقنا المستحيلة، رايتك فوق القمم أول مجد غالي، وانتي بشعبك على راس الطويلة، رايتك فوق القمم والمجد غالي، وانتي بشعبك على راس الطويلة، يا علم في رفعتك عز ومعالي، وانت بالأرواح في حقك قليلة. الله، صح لسانك، صح بدنك، صح بدنك، ما شاء الله عليك. وها في الدرب، هي في الدرب، لأن قلت أبا أقدم شيء جديد، يعني بغير الأغنية، الأغنية لأنها مكتوبة من قبل، وهذا فأنتوا تستاهلون الشيء الجديد. يعني أولا شكرا لك، نحن اللي تشرفنا بك. الله يحفظك. هذا اللقاء الجميل وهذا الحوار الرائع، ولا زال عنا المزيد، بنسمع المزيد منك. لكن أبا أعرف منك، يعني مثل ما قلنا كل واحد يحتفي بهذا اليوم بطريقته الخاصة، كيف يحتفي شاعر عوض في هذه المناسبة؟ ما دام ذكرت الاحتفاء والاحتفال بيوم العلم وكيف كل إنسان يحتفل بطريقته، هذه كلمة أحب أوجهها لجميع أبناء الإمارات وخاصة الشباب، الله يعطيهم الصحة والعافية. لكني أتمنى أن مقابل رفع العلم ومقابل تقبيلك للعلم ومقابل محافظتك على أن العلم يكون طالع بشكل صحيح وبأبعاده وأطواله اللي حددت الجهات المختصة، أتمنى قبل ذلك أن يكون عندك حب داخلي لهذا العلم، من خلال العمل، من خلال ما تقدمه لوطنك، من خلال حرصك على عملك، من خلال حرصك على إبراز الصورة المثالية للإنسان الإماراتي. كل إنسان هو سفير في النهاية لبلده، سواء داخل دولته أو خارج دولته. تعاملنا اليوم، وما أعتقد أنكم ما يخفى عليكم مدى الاحترام اللي تلاقيه الإمارات، سواء على مستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. اليوم العالم كله يقدر للإمارات جهودها، الإمارات سواء في مجالها الدبلوماسي، في مجالها الاقتصادي، في مجالها العسكري، في مجالها العلمي، اليوم أصبحت قدوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحتفاليتنا في العلم هي طبعا مثل باقي المؤسسات
ما في شك أن في اليوم هذا طبعا خلال الفترة الجائحة كان شوية الأمور صعبة، ولكن نحرص على الصغار خاصة الأطفال أن نعلمهم شو يعني حب العلم هذا، وشو ممكن تقدم إذا كنت تحب العلم هذا. فهي احتفالية حلوة وجميلة، صحيح، ويا رب إن شاء الله يتم خفاء. آمين يا رب العالمين. وبالفعل هذا الحب للعلم والاهتمام بالعلم تحس أنك أنه هو انعكاس لمحبة الناس لهذا الوطن. ما في شك، يعني حتى من الشعوب الأخرى كم يحبون هذا العلم، ما في شك، وكلهم يحتفلون. ومثل ما قلنا ومثل ما شفنا في التقرير أن الناس حتى بسياراتها على بيوتها على منازلها كلهم يحتفلون على صدورهم. صحيح صدقتي. وخلينا نتذكر اللي صار أيام جائحة كوفيد. شوفي مدى الارتباط بين الإمارات والإماراتي حتى المقيم على أرض الإمارات. يعني كلنا نذكر حديث الشيخ محمد بن زايد لما صار لا تشلون هم، ونذكر لقطة الفيديو اللي يتكلم فيها عن موضوع يوم صار الحجر والناس في شرفات المنازل يرددون السلام الوطني، بحيث أنه يقول دمعت عيني الشيخ محمد، والله كنا دمعت عيوننا، لأن يرويك بدا الارتباط. الإمارات وطن الجميع، الإمارات محبة الجميع. يعني تعرفين الإمارات يعني الحمد لله اليوم نحن محسودين على اللي نحن فيه. يا رب يديم علينا هالنعمة يا رب العالمين. آمين. والله شعرنا يعني يوم ذكرت هذا الفيديو وهذه اللحظة الشيخ محمد، نعم اقشعر بدني، لأن بالفعل كنا في مرحلة من أصعب مرحلة، إحنا مو بعارفين إن ما هو هذا الفيروس، وكل العالم يعني في تلبك وفوضى، الناس كلها مدعورة، وإحنا هني في أمن واستقرار. وبالفعل شعرنا بهذا الأمان. صدقتي صدقتي. شعرنا يا ليت نسمع قصيدة بعد. والله في قصيدة اللي هي تفضل. بسم يا رايت المجد يا العز التليد، رفرفي وأحلامنا ما تزلزلها الجبال، واخفقي بالفخر وعزومنا مثل الحديد، متقين بربنا والنوايا والفعال، في وطننا اللي جرى حبه بدم الوريد، دار زايد جعل زايد بجنات وظلال، أشهد إنه لي رسم للوطن فجر جديد، واتحدنا تحت ظله بلا شك وجدال، واشهد انه زايد اللي على غيره يزيد، الحكيم الملهم اللي حوى كل الخصال، الوطن من فضل ربي على ما هو يحيد، كل يوم يزيد في حب وفراح وجمال، وتحت ظل القايد اللي له الحب الأكيد، رمزنا لي بالوفاء ما عرف صعب ومحال، الزعيم الفذ لي دوم في رايه سديد، هو خليفه والمدايح على مثله تقال، وفي ذرى اللي وارث الطيب من عهد بعيد، ذخر داره في زمن حرب في زمن سلم، ولا في قتال العزيز الشهم وافي الوعايد والوعيد، عزنا لوقفته تذهل عقول الرجال، هو محمد يا عسى عمر ابو خالد مديد، دون عز الدار ما نذخر ارواح ومال، أشهد أنه للعرب مجد في وصفه فريد، المحال الصعب من صدق عزمه مستحال. الله صح منطوقك صح بدنك. ومثل ما قد شعرنا يعني تحدنا بلا شك ولا جدال، بل بمحبة وسعادة وهذه من مميزات اتحادنا، أنه اتحاد ما بني على مصالح ولا بني على شو بتاخذ وشو بتعطي، اتحاد بني على حب على صدق على الحمد لله رب العالمين. شاعر عوض النعيمي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل، وكان خير الختام لهذه الحلقة في هذه المناسبة المميزة. أنا أشكرك جزيل الشكر على الاستضافة، وأشكر جميع القائمين على هالبرنامج فردا فردا، والشكر موصول لك. الله يحفظك. وأيضا لمشاهدينا، إلى هنا نصل معا إلى نهاية هذه الحلقة واللي خصصناها للاحتفال والاحتفاء بيوم العلم. دمتم بألف خير، ودام علم بلادنا خفاقا.